أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. نقرأ في كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير للإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه في مصطلح الحديث النبوي. قال: النوع السابع والعشرون. قال: النوع السابع والعشرون، معرفة آداب المحدث. آداب المحدث دي يلتزم بها كل من يقرأ أو يتعلم أو يشتغل بالحديث النبوي. قال: علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة، ومن حرمه حرم خيرا كثيرا، ومن رزقه نال فضلا جزيلا. فعلى صاحبه تصحيح النية وتطهير قلبه من الأغراض، من أغراض الدنيا. واختلف في السن الذي يتصدى فيه لإسماعه. يبقى العلم ده أنه علم قائم متعلق بالأحكام الشرعية المستنبطة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم شريف لأنه يتعلق بالأصل الثاني من أصول الشريعة، والأصل الثاني بيان للأصل الأول. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان القرآن كما نصت الآية. علم الحديث الشريف، علم الحديث شريف أي عالي المقام، يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة، ومن حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه نال فضلا جزيلا. فعلى صاحبه تصحيح النية، إن احنا إيه؟ نتعلم اقتداء لنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونمتثل أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتطهير سواء حتى في القراءة، في التلاوة، في تصحيح الأحكام وما إلى ذلك، وتطهير قلبه من أغراض الدنيا، أن يكون يقصد الله فقط. واختلف في السن الذي يتصدى فيه لإسماعه. والصحيح أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان. وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرم أو خرف أو عمن، ويختلف ذلك باختلاف الناس. واختلف في السن الذي يتصدى فيه لإسماعه، أن يجلس لمجلس التحديث، يجلس للتحديث. والصحيح أنه متى احتيج إلى ما عنده، عنده معلومة متيقنة مش نتيجة وهم أو ظن، لا ده عنده علم يقيني، معنى كلمة علم اللي هي إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. يسمع غيره. أيوة. يجلس في مجلس التحديث، إنه يبقى هو محدث. يحدث يعني. والصحيح أنه ما تحتاج إلى ما عندي. الناس احتاجت إلى ما عنده. طلبة العلم احتاجوا إلى ما عنده. جلس له، أي جلس للتحديث في أي سن كان. وينبغي أن يمسك عن التحديث إذا خشي التخليط بهرم، أي كبر سن. أما يخشى التخليط لأنه بيتكلم دايما عن علم إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل يقين، ها؟ فإذا هو حس بأنه ممكن يخلط في الحديث يمتنع. أو خرف، خشية هرم من كبر السن، أو خرف أو عمن. والصحيح أنها هرم مش هرم ماشي. أو خرف أو عمن، ويختلف ذلك باختلاف الناس. ممكن واحد يبقى عنده 120 ووازن عقله راسخ تمام، ما فيش عنده ذهاب، ودي نعمة من ربنا تعالى يعطيها لأهل الحديث بالذات وأهل القرآن، أنهم يبقى عقلهم راسخ دايما إلى الممات، يغلب عليهم كده. فصل. الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره. وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه، فالدين النصيحة.
الأولى ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه أو غيره، أي صفة من صفة التمييز أو التشريف، أنه يمتنع أولى فقط، ها؟ لكن يجوز أن يحدث، خصوصا إذا أذن له الكبير أو العالم أو ما إلى ذلك وأجاز له ذلك. وليس معنى التحديث هنا مجلس القراءة، مجلس القراءة ممكن يكون هناك من هو أفضل منه، ولكن في مجلس قراءة الحديث يجوز. وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، قاعدة النووي في جميع كتبه، قيل قول ضعيف، وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، يعني مش يمتنع في التحديث، أما يكون موجود في محضر في حضوره معلش، لكن أما يكون هو غائب في بيته أو هو بيدي درس في وقت وأنا بدي درس في وقت أو في مكان ومكان يجوز، ماشي. وقيل يكره أن يحدث في بلد فيه أولى منه، وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أوثق منه أعلم منه أن يرشد إليه، فالدين النصيحة. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى صحتها وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره، أي من الله تعالى. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى صحتها، ما يمتنعش عن أنه يعلم ولو تيقن عدم صحة نية هذا الإنسان أو غلب على ظنه كذا، لا برضو يعلم لأشياء كثيرة، منها أن النية بتاعته يصح هذا الإنسان نيته، يعني تيجي ما تدرس أو أن تدرس حديث إنما الأعمال بالنيات، توجيه النية لله تعالى، أنك أنت تفعل ذلك لوجه الله تعالى الكريم. وليحرص على نشره، أي على نشر العلم، مبتغيا جزيل أجره، أي الثواب من الله تعالى. نعم، يعني ينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه، واحد أعلم منه أرجح منه إما بسن أو بعلم، خلاص يوجهه إليه. أنا طالب حديث وفي عالم حديث، أنا أوجه وأنا طالب لما حد يسألني أو أقول له روح لعالم الحديث، لا مانع أن أنا أوجهه. أنا فقيه لكن في من هو أفقه مني، الشيخ مثلا، أنا طالب فقه طالب علم، لكن هناك العالم أوجهه للعالم، خلاص يستفيد منه أكثر، مش أكتم عنه هذا الأمر، فده من باب النصيحة لتحصيل كمال العلم من عند العالم، ماشي. طيب. فصل. ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث، إذا أراد حضور مجلس التحديث، أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكنا بوقار. طيب. ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكنا بوقار. وده فعل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من أهل السنة ومن الأقدمين، إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان إذا طلب منه العلم يسأل حديث أم فقه، فإذا قال حديث، إذا قالوا طلبوا حديث، قال انتظروا، يدخل يتوضأ ويتزين ويلبس ملابس خاصة جميلة ويخرج ويجلس بقى في وقار، وبعدين يبتدي مجلس التحديث. هذا فعل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. ويستحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر، وأيضا الحاضر أيضا، ويتطيب ويسرح لحيته ويجلس متمكنا بوقار. فإذا رفع أحد صوته، أي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، زبره أي زجره، ويقبل على الحاضرين كلهم كسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه الشريف، ويفتتح مجلسه ويختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم، فإن رفع أحد صوته في قراءة الحديث، ما يرفعش صوته، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ماشي، يبقى
زبره أي زجره، ويقبل على الحاضرين كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل أقبل جميعا، ما يلتفتش كده برأسه، لا يقبل بصدره الشريف صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان جالسا طبعا ها أو سائرا. نعم أن لو نعم قول العبارة إيه اللي أنت شايفه. حاضر، احنا لسه شرحناها. طيب، ويقبل على الحاضرين كلهم ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء يليق بالحال بعد بالحال، يعني دعاء الفقه مثلا، اللهم فقهنا في الدين، الحديث اللهم علمنا سنة نبي، كما أنا أعدد الفقير يعدد الأدعية حسب الدرس. واضح؟ براعة الاستهلال في المجلس. طيب، ودعاء يليق بالحال بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم. دايما كانوا يستفتحوا بس في المجالس الطويلة، يستفتح بأن واحد يقعد 10 دقائق يقرأ شيء من القرآن قبل المجلس، وده أفضل. يعني قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم، رايح ولا ما فهمتش؟ نعم، عند قراءة الحديث ولا الإشراف؟ عند قراءة الحديث ما يجيش واحد يرفع صوته وواحد يقرأ الحديث النبوي، نسجره نسأله اسكت أما الحديث ينتهي. وكذلك القرآن إذا كان، لا بس في فرق، القرآن شوف المولى عز وجل يقول إيه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فطلب السماع يبقى تجلس باحترام في مجلس القرآن، ماشي، لكن أنت ما طلبتش السماع، أنت ترامى إليك القرآن فافعل ما شئت، أنت ما خصصتش مجلس السماع. فاستمعوا مش فاسمعوا، فرق بين السماع وبين الاستماع. السماع إن أنا يترامى إلى أذني القرآن، أقعد مضطجع أنام خلاص، أنا مش قاصد إن أنا أجلس في مجلس القرآن. وهكذا أيضا لو فتحت الراديو أو التلفاز أو ما إلى ذلك، أنت لست في المجلس، بخلاف أنك جلست في المجلس لتستمع طلب السماع. فرق بين السامع وطلب السماع. السامع لا حرج عليه، مرت آية سجدة لا يسجد السامع، لكن المستمع اللي جالس في المجلس وقصده السماع طلب السماع يلتزم بالآداب، ماشي. هذا ذكره الإمام النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. نعم، بعض الناس يقولون القرآن وهم يقولون للنوم. جميل، ما فيش حرج، لا حرج، جميل، لا مانع. أنا مثلا واحد بيتعب طول النهار فممكن يجي يستلقي ويقرأ القرآن، جائز. هو بيحب يسمع القرآن قبل ما ينام. جميل، حلو، ينام عليه كمان، جائز، مفيش حاجة. هذا لا يدخل في قصد السماع، يعني في فرق بين الآداب ها وبين أصل السماع. يعني يقول لك تتوضأ وتستقبل القبلة، كل دي آداب، لو أنت ما عملتش الآداب دي كلها لكن استمعت فأنت أخذ أجر السماع، لا حرج. ولا يسرد الحديث سردا يمنع فهم بعضه، والله أعلم. زي القارئ اللي كان بتاع كان بإيه، لدرجة الكلام يلغز يعجم بقى عليك، ما تعرفش هو بيقرأ إيه، إلا لو كنت باصص تقدر تتابعه بإيه بصعوبة. ولا يسرد الحديث سردا يمنع فهم بعضه، والله أعلم، يدخل الكلام في بعض ها ويأكل الكلام والحروف. فصل، يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية، ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ. ويستملي مرتفعا وإلا قائما، وعليه تبليغ لفظه على وجهه، وفائدة المستملي تفهيم السامع على بعد. وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته على المملي، فلا يجوز له روايته عن المملي إلا أن يبين الحال، وقد تقدم هذا في 24.
ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية. مجلس الإملاء، تجد كده مجالس الإملاء للحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار، المجلس الأول ما إلى المجلس الرابع والسبعين وهكذا، يستمر كل مرة يجلس مجلس إملاء فيملي الحديث بإسناده هو خلاص إلى صاحب الديوان أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فبيملي ده مجلس الإملاء، أنه بيملي بإسناده هو إما إلى ديوان أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المجالس انعدمت من زمن بعيد، إلا أنه الحمد لله تعالى بفضل الله تعالى ومنته رجعت في الأزهر مرة أخرى، فهناك مجلس إملاء الدكتور أسامة السيد، مجلس إملاء كان سيدنا الشيخ علي يعمل مجلس إملاء، ومجلس إملاء البخاري، مجلس هكذا. فالمجالس الإملاء دي كانت منعدمة، وكان أول من أرجعها رضي الله تعالى عنه السيد الحافظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري في مجلس الكيخية، كان انقطع مدة كبيرة وبعدين أرجعها الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في مجلس الكيخية. نعم، اللي في وسط البلد، لأنه قاعد منقطع زمان، يعني مثلا أقول لك 30-40 سنة مفيش مجالس إملاء في مصر، هو أول من أرجعها الحافظ. نعم، ممكن من حفظه وممكن من كتابه، بس المهم ان يكون في املاء يملي. بس خلاص ما دلوقتي اصبح كل الكتب مطبوعه خلاص طبع، فالقواعد دي احنا مستغنين عنها الان بالطباعه. بس في حاجه تانية الان مستحدثه، وهي تحقيق النسخ المختلفه والتدقيق في اي نسخ اصح. كان سيدنا الشيخ علي رضي الله تعالى عنه وارضاه نور الدين، عشان كان يجلس يصلح نسخ البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه كذا، قرأ البخاري كامل، وكان يجلس نسخة المكنز ويرسل للمكنز الأخطاء، يعني يحقق النسخة اللي معاه صح ولا المكنز اللي صح، ممكن المكنز يطلع صح، فكان يحقق النسخ. فإذا كان في اختلاف عن نسخة المكنز يبتدي يرسل للمكنز الأخطاء، كان يقيد الأخطاء. فضيلة مولانا الشيخ عماد عفت عليه رحمة الله ورضوانه يكتب ورقة بالأخطاء اللي في النسخة عشان ترسل للمكنز فيعدل النسخة بتاعت المكنز، عشان أخطاء النطق وما إلى ذلك. يستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه أعلى مراتب الرواية، ويتخذ مستمليا. طبعا هناك كان بيملي، فالمستملي يكتب مستمليا، طالب الإملاء أي طالب أنه هو يملى عليه فيكتبه يدونه، محصلا متيقظا يبلغ عنه. طبعا سنده هو مجلس الإملاء يروي الحديث بسنده هو، مش بيجي بالبخاري ويقرأه، ولذلك يروي بالسند المتصل أولا إلى البخاري مثلا، وبعدين يقرأ البخاري. ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ. عادة الحفاظ، الإمام البخاري مرة في أحد المجالس كان يحضر لسماع المجلس 90,000 واحد، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للعباس في حجة الوداع كان 124,000 واحد، قال استنصت لي الناس، اجعل الناس ينصتون لسماعي. وبعدين بقى في مبلغين، او الله اعلم، يمكن معجزه للنبي كله سمع 124,000، لكن الان نحتاج ها كيف كلها جبال. لا بس احنا حاجه بعيد، سيدنا العباس كان يرفع صوته. نعم، انت في روايه ان هو كان سيدنا العباس بيرفع صوته عشان يبلغ الناس، ولا انت بتحتمل ذلك؟ في روايه كده، ويتخذ مستمليا محصلا متيقظا يبلغ عنه اذا كثر الجمع على عاده الحفاظ، ويستملي مرتفعا والا قائما، يعني يجلس مكان مرتفع او يملي الناس وهو قائم، وعليه تبليغ لفظه على وجهه. المستملي ده يبلغ الناس لفظ الشيخ على الوجه كما سمعه. وفائدة المستملي تفهيم السامع على بعد، لأن مع بعد المكان يحصل كأنها همهمة للسامع الألفاظ، فالمستملي يفيد هذا المعنى، أنه يبلغ الصوت
يكرر الكلام بطريقة واضحة فيسمعه من لم يسمعه من الشيخ. وأما من لم يسمع إلا المبلغ فلا يجوز له روايته على المملي عن المملي اللي سمع من مبلغ، بس ما يجوزش يروي عن الشيخ المحدث. المملي اللي هو الشيخ المحدث، والمستملي اللي هو المبلغ، إلا أن يبين الحال. وقد تقدم هذا في 24. إني سمعت المستملي، سمعت المبلغ، ما سمعت الشيخ نفسه. واضح؟ لأنه ممكن يكون الشيخ يقول حاجة ويكون المستملي مش دقيق فيغير اللفظ. واضح؟ ويستنصت المستملي الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ فيه، ثم يقول للمحدث من أو ما ذكرت رحمك الله تعالى أو رضي عنك وما أشبهه. ويستنصت المستملي الناس، يطلب منهم الإنصات لسماع الدرس، خلاص بقى هنتهي الدرس اللي هو درس اللي هو التحديث، بعد قراءة قارئ حسم الصوت شيئا من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ فيه، أي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول للمحدث من أو ما ذكرت رحمك الله تعالى. المحدث اللي هو الملقي، ها، صاحب الدرس، أو رضي الله عنك أو ما أشبهه، لأن عبارات التردي عنه. وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخطيب ويرفع بها صوته، وإذا ذكر صحابيا تردى عليه، فإن كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما، رضي عليه تردى أدق. وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الخطيب، أي الخطيب الشربيني في الآداب، ويرفع بها صوته، يعني يرفع بها صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر صحابيا تردى عليه، فإن كان ابن صحابي قال رضي الله عنهما. نعم. يعني يقول ابتدئ المجلس، يعني كأنه يشير إلى ابتداء المجلس عشان الثاني يحدث، عشان يحدث يحدث ابتداء مجلس التحديث. لن تقول نعم، يعني يبدأ عشان يعني كأنه طلب الشيخ أن يبدأ المجلس التحديث ذكر على سبيل الشيخ. نعم. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه. القاعدة في الصحابي لو ذكر بمفرده، ها، يبقى تتردى عنه، فإذا ذكر مع أبيه تتردى عنهما، يعني مثلا إيه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن وعباس اللي هو ابن ده اللي هو عبد الله، وعباس رضي الله عنهما، عن عمر يبقى رضي الله عنه، ماشي. يقول مثلا عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، لكن انا عن جابر بس، يبقى رضي الله عنه. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الروايه بما هو اهله، كما فعله جماعات من السلف، وليعتني بالدعاء له فهو اهم.
ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه حال الرواية به بما هو أهله. يقول رضي الله عنه حفظه الله لو كان عايش، رحمه الله ورضي عنه، وهكذا كما فعله جماعات من السلف. وليعتني بالدعاء له فهو أهم. ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أم عرف بها، وده موجود في الدواوين نفسها. ولا بأس بذكر من يروي عنه بلقب، ها يقول بخاري غندر، ها غندر أو غندر أو غندار ماشي، أو وصف، ده الوصف ده اللي هو غندر أو غندار، أو حرفة تلاقي يقول لك الحداء عن خالد الحداء، وخالد الحداء لم يحدو حذاء قط في حياته، ولكن كان أئمة الحديث، وكان يجلس عند الحذائين في مكان اللي فيه صناع الأحذية، فنسب إلى ذلك خالد الحداء. أو أم عرف بها زي ابن عليا، إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا، إسماعيل ابن عليا، عليا دي أمه، دي ست كانت من تقيها رضي الله عنها وأرضاه. ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه مقدما أرجحهم، ويروي عن كل شيخ حديثا، ويختار ما على سنده وقصر متنه والمستفاد منه، وينبه على صحته وما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل. ويستحب أن يجمع في إملائه جماعة من شيوخه، يذكر مجموعة من شيوخ المباشرين مقدما أرجحهم أي أعلمهم وأعلاهم درجة في الحفظ، ويروي عن كل شيخ حديثا، ده اللي هو مجلس بقى اللي يروي عن كل كتاب حديث، ده زي السنبلية الأربعين السنبلية، ويختار ما على سنده وقصر متنه. السند العالي أي اللي هو الرجال فيه قليل ماشي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين صاحب الديوان، ديوان يعني إيه كتاب الحديث يعني، وقصر متنه يعني المتن منتهى السند اللي هو المتن، يكون متن قصير. والمستفاد منه، ما المستفاد من ذلك المتن، وينبه على صحته، لأنه بيروي بإسناده هو، فينبه على صحة هذا الحديث. معينة في كتب معينة يعني على سنده وقصر ومتن، في كتب معينة قالوا الأربعين السنبلية دي، قال إنه على سنده ومتن وقصر متن، لأنه الأربعين السنبلية دي بتروي من أربعين كتاب، كل كتاب حديث أو اثنين أو ثلاثة بالإسناد بتاع الشيخ سنبل. وما فيه من علو أي علو السند، وفائدة أي وضبط مشكل. وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه، يعني لو كان جمع بين الحفظ والفقه والأصول، ها يبقى يجتنب إيه المسائل الأصولية الصعبة ماشي وهو بيشرح له. وليجتنب ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه، بس ده في مجلس الحديث يقل كده، لأن العلماء في الحديث في مجلس الحديث يهتمون بالسند والمتن والاتصال وتعدد الطرق. ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها، وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. ويختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها، إنشاد من الشعر، مجلس الإملاء يختمه زي مثلا مما يكون في مجلس الإملاء كتاب الإمام النووي، ها الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام، اسم الكتاب كده الترخيص بالقيام، شرحناه مرتين، الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام. فتلاقيه ما شاء الله، أولا الإمام النووي عمل مقدمة بارعة رضي الله عنه وأرضاه، فده مجلس إملاء، وبعدين تكلم عن أسانيده للكتب الستة أو التسعة أو ما وراء ذلك من المسانيد، إسناده هو الإمام النووي، وبعدين تكلم عن مسألة القيام، جمع فيها الأحاديث بتاعت إيه، لأن إيه لا تقوم كما يقوم الأعاجم لملوكهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس الصحابة
أن يقوموا كما يقوم الأعاجم لملوكهم عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة تتحرج من أنها تقوم. فسيدنا حسان بن ثابت كان يقوم، يقول كيف واحد يراك ولا يقوم عليه الصلاة والسلام؟ فكان يقوم سيدنا حسان بن ثابت، حتى ذكر في ذلك شعرا. وبعد كده الإمام النووي فبعض العلماء حرموا القيام، وبعضهم رخص في القيام، قال إنما أقوم إذا كان ذلك، لأن الأحاديث تقول من أحب أن يقوم الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ده الإحباب، الحب القلب. طب افرض ما كانش بيحب والناس قامت له، يبقى ما فيهاش حاجة، يبقى الناس تقوم. وسيدنا حسان إذن هذا ليس زجرا مطلقا، بل بالعكس ده من سوء الأدب في هذا الزمان. خلاص، والمقصود انهم كانوا يقوم تعظيم للأعاجم في اول الاسلام، لانهم ده فعل الأعاجم، فارادوا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقومون له وينحنون له كما ينحني الأعاجم لملوكهم، نوع من التقديس. قال لهم لا ما تعملوش كده، تقديس، لكن هو مقامه اعظم عليه الصلاه والسلام من الملوك. حتى الواصف له يقول عليه الصلاه والسلام الاثنين اللي جم من عند الابناء في اليمن، عشان قالوا ائتوني بمحمد هذا حيا او ميتا، فجم اثنين راحوا يجيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه، فدخلوا عليه فقالوا لما باتوا بالليل قالوا ما وجدنا احدا يعظم احدا مثلما يعظم اصحاب محمد محمدا عليه الصلاه والسلام. لا الملوك، دخلنا على الملوك ما وجدش حد بيعمل كده. وذكروا أحاديث منها، فإذا بسق تلقوها بأكفهم ومسحوا بها وجوههم عليه الصلاة والسلام. ماشي، يعني الفرق بين التعظيم للمكانة عند الله تعالى ومكانة سيدنا صلى الله عليه وسلم، وبين التعظيم لذات الإنسان. خلاص، ونهاهم عن كده التقديس، نهاهم عن التقديس. فبعد ذلك المهم من نهاية الكتاب ذكر قصص عجيبة كثيرة من برضو خاصة بعلم الحديث، لأنها كان مجلس تحديث. وذكر قصص كثيرة، منها قصة أبو زرع الرازي. قال إن الإمام أبو زرع الرازي كان أمير المؤمنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أتته الوفاة وكان بيحتضر، فعايزين يلقنوا الشهادة، فاستحيا كل منهم أن يلقيها الشهادة من حفاظ أكابر، فجلسوا حوله وكل واحد منهم يسوق الإسناد إلى حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيقول واحد، قاعدين بقى زي بيحدثوا حواليه، هم عايزين ننطق الشهادة بس يستحيوا أن نقول قل لا إله إلا الله أو حتى يذكروها، فذكروها بطريقة أهل الحديث. قالوا الإسناد، وعند نهاية الإسلام قال عند نهاية الإسناد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام أحمد كان جالس فقال إسناده وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت برضه. فقال الشيخ أبو زرع الرازي وهو يحتضر ذكر إسناده لهذا الحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وفاضت روحه. فده آخر ما ختم الكتاب به الإمام النووي في ذلك الباب، أنه يختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها، أي كله شغال بالإسناد، لأن ده مجلس التحديث. هل يجوز الجمهور على تسييب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ الجمهور الفقهاء الآخرين أهل الفقه كلهم على ذلك، الأئمة الأربعة. نعم. وأولاها ما في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق. وإذا قصر المحدث أو اشتغل عن تخريج الإملاء استعان ببعض الحفاظ، وإذا فرغ الإملاء قابله وأتقنه والله أعلم. إن بعد الإملاء ما يحصل يقابله على نسخة أصلية أو يراجعه هو بنفسه، وده انتهينا منه لأن الكتب أصبحت في بعد الطباعة انتهى الأمر بتاع الإملاء ده. إذا قصر المحدث واشتغل على التخريج الإملاء استعان قد يروي بعض الأحاديث من غير ما يخرجها أو من غير أسانيدها، ومجلس الإملاء ده كله تحديث بالأسانيد، إملاء الحديث يبقى التحديث بالأسانيد. فإذا كان بيستدل بطريق آخر يأتي بالطريق الآخر، ويأتي بالسند والمتن الآخر، ثالث يبقى يجيب الثالث سندا ومتنا. فإذا هو بعض الأحيان اشتغل عن تخريج الإملاء لأنه لم يذكر السند أو لم يذكر المتن أو
لم يذكر صحة الحديث من ضعفه. إيه؟ يبقى ده نوع من القصور، استعان ببعض الحفاظ إنه يخرج ويعدل الكتاب النسخة بتاعته أو مجلس الحديث ده. تجد لما تقرأ كده في كتاب اللي هو الحافظ ابن حجر في كتابه بتاع اللي هو تخريج أحاديث الأذكار، مجالس تحديث بقى بالصفة دي، استفتاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة، ويبتدي يتكلم حدثنا فلان عن فلان لغاية لما يجيب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو وجد في الأذكار بإسناده هو، إسناد الحافظ ابن حجر، إسناد الحافظ ابن حجر، بعد كده يعلق عليه ويجيب الطرق الأخرى وبعدين يشرحه وبعدين يحكم عليه وما إلى ذلك. كل حاجة كأنه يختصر يعني ما لم يخرج الإملاء إذا قصر في بعض الأحيان وساعات إيه تتعدد الروايات فهو يكتفي بذكر المتون، نقول له جيب الأسانيد بتاعته يكمل بإيه عشان يبقى المجلس كامل ما يبقاش فيه نقص، وإن كان ذلك كافي. ها النوع الثامن والعشرون، معرفة آداب طالب الحديث. قد تقدم جمل منه مفرقة، ويجب عليه تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، لكن هذا لا يمنع. قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه: طلبنا العلم لغير الله فأبى ألا يكون إلا لله. فكان الإمام الغزالي في أول طلبه العلم كان شديد الفقر، لدرجة كان شديد الفقر لدرجة أنه إيه ذهب إلى المدرسة الرواحية ها لإيه عشان يأخذ الجراية أي يأكل هناك، خلاص ما كانش لا يأكل رضي الله عنه وأرضاه، فإيه دخل المدرسة عشان يأكل فتلقى العلم، فقال طلبنا العلم لغير الله فأبى ألا يكون إلا الله. لكن أنا بيعرض لي بقى، هل هو بيصد نفسه ولا بيترك نفسه تتعلم مع أن الرزق جاي ها، فإيه يترك نفسه. قد تقدم جمل منه مفرقة اللي هي آداب طالب الحديث، ويجب عليه تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، وليسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير، وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، ثم ليفرغ جهده في تحصيله ويغتنم إمكانه. زي رضي الله عنه الإمام النووي قعد سنتين لا يضع جنبه على الأرض ففتح عليه بعد كده ما شاء الله كلامه، يعني الإمام النووي سنتين ينام إغفاءة لا يضع جنبه على الأرض سنتين رضي الله عنه وأرضاه. ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما وشهرة ودينا وغيره، فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين، يسمع مشايخ الأول الموجود في البلد بتاعته ويحفظ عنهم كويس، لأن ده اللي يتيسر له في أول الطلب، وبعد كده أما يقوى هو يسعى إلى إيه بعد أن يكتفي بهم ها يسعى إلى غيرهم من أهل البلاد اللي هي الرحلة في طلب الحديث. ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما وشهرة ودينا وغيره، فإذا فرغ من مهماتهم أي مما عندهم من مهمات الأمور والحديث والتحديث فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين، ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه، عليه أنه يحصل ها لا يتساهل في التحمل بقدر الإمكان في تحمل العلم، يعني لا يكتفي بالإجازة الشفوية طالما اكتفى، لا يكتفي بالإجازة بدون قراءة طالما أمكنه القراءة، لكن هو في بعض الأحيان لما بيكتفي بجزء من العلم كبير بياخد الإسناد بس، يعني يذهب إلى الشيخ فياخد منه الإسناد، ممكن الشيخ ما يدوش الإسناد غير لما يقرأ عليه خلاص، وممكن ما يجيزوش خالص، لكن الغالب أنه كان يستوثق من علمه فيجيزه، لكن لا يحملنه الشرف على التساهل في التحمل، إن كان يستطيع ألا يتساهل فلا يتساهل. لكن أنا مر ببلد وقابلت شيخ في مجلس واحد ها ولن أقابله بعد ذلك، فيجوز أن أنا في هذا أخذ منه وإن كان نوع من التساهل لكن أنا أخذ منه وأستجيزه فهو يمتحن
وانا اقرا وانا اقرا عليه ما الى ذلك فيجيزني خلاص كافي لان مش هشوفه تاني. لكن واحد انا قاعد معاه مده كبيره يبقى لا اتسالف ان اكتفي بالاجازه العامه دي او ما الى ذلك، انما ايه اقرا عليه اقرا عليه. ولا يحملنه الشره على الشره اي الشرف في تحصيل العلم والتكثير التكثر به على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه اي من شروط التحمل. الشرح كثرة الطلب كثرة العلم. هنا الشرح معناه هنا كثرة طلب العلم. وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. ودي مهمة جدا، أن إذا عملت بما تعلم علمك الله علم ما لا تعلم، كما ورد في حديث من عمل بما يعلم علمه الله تعالى علم ما لا يعلم. وينبغي أو يحصل له التوفيق بعدم الخطأ. وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه. فصل. وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه، ولا يطول عليه بحيث يضجره. وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع. كلما يحدث التعظيم للشيخ يحصل لكمال الانتفاع، والتنقيص يؤدي إلى عدم الانتفاع. واضح؟ وده عادة الله تعالى في خلقه كده. ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه، إن هو الشيخ هو أعلم واحد، عشان إيه وهكذا، ورجحانه على غيره طبعا، أنه أرجح من غيره، ويتحرى رضاه، ولا يطول عليه بحيث يضجره، ما يقعدش يزهق الشيخ يطهقه في عيشته، أما يلاقي الشيخ خلاص كده يسكت خلاص كفاية. وليستشره في أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله، يستشيره في كيفية طلب العلم وكيفية طلب الحديث وما إلى ذلك. وليستشره في أموره وما يشتغل فيه من العلوم وكيفية اشتغاله، التحصيل ازاي، مبتدئ متوسط منتهي نصي موضوعي، كل ده يسأل عليه. وينبغي له أن إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره، فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، فإن من بركة الحديث إفادته ونشره ونشره يمن. وبنشره ينمى. ها؟ وبنشره ينمى. جملة العدل وبنشره ينمى. ينمى؟ طب وفي الشرح إيه؟ نفس الكلام. اصبر عشان بنحقق النسخة. يمن اليمن. ونشره يمن. دي برضو دي تدريب الراوي. في الهامش يعني. قال نشره يمن عنده في المتن هنا. طبعا دي ماشي. يبقى دي نسختين. المتن بتاعه مختلف كمان والشرح. وينبغي إذا ظفر بسماع أي نال سماعا من أحد المشايخ أن يرشد إليه غيره من طلبة العلم وطلبة الحديث، فإن كتمانه لؤم من نوع من اللؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع. وهنا ما انتفعش بالحديث. نعم. يرشد إلى الشيخ أو يرشد بما سمعه. يرشد إلى الشيخ ليسمع الناس. أنت طالب حديث وأنا طالب حديث، سمعنا من شيخ، أرشدك إليه عشان تأخذ الإجازة منه برضو كما أخذتها أنا. ماشي؟ فإن من بركة الحديث إفادته، إن أنا أدل عليه وإن أنا أنشره وأفيده. ونشره
يمن أي من بركة، اليمن بمعنى البركة، هنا مكتوب ينمو برضه، اليمن والنمو بمعنى واحد هو البركة، وبنشره ينمو هنا ونشره يمن نسختين، يعني بنشره ينمو أي يزداد ويبارك فيه، ونشره يمن أي بركة أيضا. وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره. وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر. العلم يضيع، جميع العلوم تضيع بين الحياء والكبر، يتكبر أنه يأخذ من أصغر منه أو ممن هو دونه في السن أو ما إلى ذلك، أو أنه يستحي أن يسأل فيضيع منه العلم. وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه أي في نسب أو سن أو غيره وليصبر على جفاء شيخه وليعتني بالمهم ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة. وليصبر على جفاء شيخه